كيف يمكن إنشاء فيديو أفاتار واقعي باستخدام تشات جي بي تي فقط؟ بالعربي. أهلا بكم على قناة يزاي الثقافية. مع التطور المذهل لأدوات الذكاء الاصطناعي، يعتبر إنشاء فيديو مدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال هذا الموقع الذي سنشرحه اليوم، وهو أداة مثالية لجعل المحتوى أو النص الذي تم إنشاؤه بواسطة تشات جي بي تي ينبض بالحياة. هذا الموقع يساعدك على إنشاء مقاطع فيديو تفاعلية وواقعية وبسهولة، يمكن استخدامها لإنشاء قناة يوتيوب تعليمية أو لإنشاء فيديوهات دعائية للمحلات والشركات، وبالتالي تحقيق الربح من الإنترنت والذكاء الاصطناعي والعمل من المنزل. الخطوة الأولى: نفتح الموقع، وهذه هي الواجهة الرئيسية. ننزل لأسفل ونضغط هنا على زيارة الموقع. ستفتح لنا هذه الصفحة. من أعلى يمين الصفحة نضغط هنا على تسجيل الدخول، ونقوم بالتسجيل في الموقع باستخدام البريد الإلكتروني. سأترك لكم الرابط في صندوق وصف هذا الفيديو. الخطوة الثانية: بعد اكتمال عملية التسجيل، ستفتح لنا هذه الصفحة. من هنا، من أعلى اليسار، انقر فوق أيقونة تشات جي بي تي لبدء إنشاء مقطع فيديو بمساعدة تشات جي بي تي. الخطوة الثالثة: اكتب هنا عنوان الموضوع الذي تريد الجي بي تي أن يكتب عنه، أو يمكنك أن تكتب سؤالاً. في هذا الفيديو سأطلب من جي بي تي إنشاء مقطع فيديو عن مستقبل السينما في ظل وجود الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك نختار النموذج الذي نريده من هنا، ثم انقر فوق إنشاء الفيديو الخاص بك باستخدام تشات جي بي تي، ثم انتظر حتى تكتمل عملية إنشاء الفيديو. الخطوة الرابعة: بمجرد اكتمال عملية الإنشاء، يمكنك البدء في تحميل الفيديو الخاص بك، أو يمكنك مراجعته ليتناسب مع ما تريد. الموقع يوفر الكثير من الاختيارات، مثلاً يمكنك تغيير الشخصية من خلال الضغط عليها هكذا، واختيار شخصية أخرى من هنا، من يمين الصفحة. أو يمكنك تغيير القالب. إذا لم يعجبك القالب الذي اخترته، اضغط هنا على قوالب واختر القالب الذي يناسبك من جديد. كذلك يمكنك تغيير نصوص الكتابة والتعديل عليها كما تريد، وذلك بالضغط هنا على حرف T. ومن هنا يمكنك تغيير لون الخلفية أو تحميل خلفية من جهازك من خلال الضغط هنا. كذلك يمكنك إضافة الموسيقى بالضغط هنا واختيار الموسيقى التي تناسبك، أو يمكنك تحميل موسيقى من جهازك.
بعد ذلك اضغط هنا لكي تستمع لصوت الشخصية. يمكنك تغيير شخصية المتكلم من هنا. ومن هنا يمكنك تعديل سرعة الكلام. إذا لم تعجبك الأصوات الموجودة، يمكنك التسجيل بصوتك مباشرة على البرنامج من هنا، أو يمكنك تحميل ملف صوتي بالنصوص التي كتبها لك GPT من هنا. بعد الانتهاء من كل شيء، اضغط هنا لتحديد مقاسات الفيديو، يوتيوب، أو الفيديوهات القصيرة. ثم اضغط هنا على Export لبدء عملية التحميل. بعد أن يكمل البرنامج تجهيز الفيديو، سيرسلون إشعاراً إلى بريدك الإلكتروني بمجرد الانتهاء. يمكنك الضغط عليه لمشاهدته وتحميله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.